في كل زاوية منها هناك تاريخ ومعلم حضاري يعود لمئات السنين، وبينهما هذا البناء العظيم بأحجاره المرتبة وهندسته الفريدة التي كونت صهارج عدن أحد أقدم المعالم في المدينة. صهارج عدن تقع في مدينة كريتر بمديرية صيرة، وتحديداً في واد يعرف بوادي الطويلة والذي سميت الصهارج الطويلة نسبة إليه. تقع الصهارج أسفل مصبات هضبة عدن التي ترتفع قرابة 800 قدم عن سطح البحر، وتمثل خزانات لحفظ مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة والشرب، وتستخدم كذلك لحماية المدينة من السيول. يبلغ عدد الصهارج نحو 55، معظمها مطمور تحت الأرض أو أصابه الخراب. بنيت الصهارج بشكل شبه دائري حيث يقع المصب عند رأس وادي الطويلة، وتتصل ببعضها بشكل متسلسل، وقد شيدت في مضيق يبلغ طوله 750 قدماً تقريباً، ويحيط بها جبل شمسان بشكل دائري باستثناء منفذ واحد يتصل بمدينة كريتر. دراسات أثرية ترجح أن الحميريين هم من شيد هذه الصهارج الضخمة قبل الميلاد بقرون طويلة، وتعد أبرز المعالم التاريخية والسياحية التي يحرص على زيارتها الزوار المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون إلى مدينة عدن، والتي تدل على عمق الحضارة اليمنية القديمة.